طب انجي، لو مثلا اتنين بنتين صحاب جدا وبدأوا يغيروا من بعض، ممكن الغيرة دي تقضي على علاقة الصداقة اللي ما بينهم او الحب اللي كان ما بينهم؟ وارد طبعا، هي مش فكرة تقضي، بس زي ما انا قلت قبل كده ان عقلي بيميل ان انا دايما احط مسميات. فلو انا نتيجة ظروف معينة ايا كانت هي ايه، انا وصاحبتي بعدنا عن بعض شوية، خلاص عقلي على طول يبدأ يقول ايه، علشان هي مثلا غارت مني، علشان هي احنا اتقطعنا، ده انا اتصدمت فيها. فنبدا نحط مسميات. المسميات دي هي اللي بتصعب بعد كده ان احنا نرجع اصحاب. لكن انا لو ما حطيتش مسميات، انا علاقاتي عامله زي ايه؟ عامله زي لو انا رميت زلطه في البحر، هتبدا تعمل سيركلز حواليها. وكذلك انا في الوسط وحواليا دوائر من العلاقات. وارد جدا ان صاحبتي هتبقى في الدايره الثالثه او الرابعه، بعد ما اتجوز وخلف واتشغل ترجع لدرجه سبعه او ثامنه، مع الوقت حياتي تظبط فترجع تاني تقرب. وهكذا الدنيا لازم نبقى ماشيين كده وذ فلو. لكن لما ابدا انا احط عليها مسميات، وانا بصراحه بيعجبني المفهوم ده جدا في الولاد، تلاقيه ما شافش صاحبه من 6 سنين وما يزعلش، اول ما يقابله حبيبي صاحبي ايه صح. ولو البنت اتاخرت بس يوم ولا يومين ترد على صاحبتها، مش عايزه اعرفك تاني. ليه اتغيرتي؟ بالظبط، لاني حطيت مسمى، انت اتغيرتي، انت مش عايزه تعرفيني، انت بتعملي حاجه من ورايا. لا لازم نقبل. لا احنا بنعاتب بعض كرجاله ان انت وحشني، يعني انت كنت فين، انت كده بس، يعني فاهمه؟ ركزت على الهدف. يعني بالزبط. ركزت على الهدف ان انا ببقى مبسوط وانت معايا، مش ان انا القي عليك الاتهامات. لا تماما، حلو جدا.